ونروح مع حضراتكم لمحافظة سوهاج، حيث وصلت مؤسسة راعي مصر للتنمية إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذ مبادرة فرح قلبي لتوزيع الملابس لأهالينا الأولى بالرعاية، وذلك تزامنا مع أعياد شم النسيم. كاميرا برنامجكم أهل بلدنا نقلت لحضراتكم فرحة أهالي سوهاج بمبادرة فرح قلبي في هذا التقرير. دايما التحالف الوطني بيكون حريص انه يفرح اهلنا في كل مكان، احتفالا باعياد شم النسيم ودعما لاهالينا الاولى بالرعايه. قامت مؤسسه راعي مصر ضمن مبادره فرح قلبي بتوزيع ملابس العيد على اطفال محافظه سوهاج. الفتره دي بنوزع 5000 اسره ملابس بمناسبه الاعياد، اعياد شم النسيم، كل سنه وانتم طيبين. كل طفل بنبقى حريصين ان هو ياخد اللعبه بتاعته والحاجه حلوه وطقم كامل داخلي وطقم كامل خارجي. بنحرص كمان ان احنا نقدم حاجه ذات جوده عاليه جدا. بلاقي قبول جيد جدا لنوعيه الحاجه، خامات جيده جدا، طريقه عرض الحاجه فيها يعني حفظ الماء وجه المستفيد، الخامات تعبر عن احتياجاتهم، جايبين حاجات بمقاسات معينه. الفعاليات بدات برسم الفرحه والبهجه على وشوش اهالينا الاكثر احتياجا من خلال تنظيم فقرات ترفيهيه وتوزيع الهدايا وتوزيع اكثر من 5000 قطعه ملابس متنوعه على الاطفال. كان يوم حلو خالص، اتبسطوا بالالعاب والحاجات اللي قدموها لنا، اتبسطوا اكثر باللبس والالعاب اللي خدوها برضه. خدت بنطلون جينز وتيشيرت وخدت حاجات هنا كوتشي، فرحانة طبعا جدا والناس كلها هنا فرحانة. خدت بنطلون وتيشيرت وكوتشي وشورت. كسينا العيال في مؤسسة راعي مصر والعيال لعبت وفرحت. جيت خدت كوشتات وخدت ملابس للعيال. دخلوا فرحة كبيرة على كل الناس هنا، أول محتاجة ملابس ولعب اطفال. اللبس يعني كان حلو وشكرا لراعي مصر ان هي جابتنا وكله كان هيختار على زوجه. اللي بتقوم بيه مؤسسات التحالف الوطني في تقديم كافه اشكال الدعم والمسانده لاهالينا الفقراء في مختلف المحافظات، ما هو الا انعكاس لتوجيهات القياده السياسيه في توفير حياه كريمه لاهالينا الفقراء في كل قرى ونجوع مصر.